السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان خرجت اليوم شوية بكري من عدم العمل، المهم هاد لازون هي فين كاين العمل ديالنا اللي كنسترزقو منه ولا رزقنا منه الله سبحانه وتعالى المعيشة ديالنا هاد الساعة. خوتنا شاد لكم دابا هاد الرون بوان، شوفوا الرون بوان ما شاء الله فيها غرس، فوالا غرس جميل، بعض الورود اللي انا شخصيا ما عمرني ما شفتها، ممكن نزومي عليها شويه. فوالا فوالا الشكليه ديالها كتبان لي في بعض النباتات اللي كتكون في المياه البحريه. فوالا انا فكرت نورمال خصني ناخذ الطريق هذه اللي جايه من الطوموبيل، ولكن فكرت غادي ناخذ هذا الطريق هذه. علاش هذا الطريق باغي ناخذ انا هذا الطريق؟ لان هذه سنين ما دزش من المزارع، وهنا كاينه مزارع حقول، انتما كتشوفوا الخوت حقول، فانا غادي ناخذ الطريق هذه نتحفكم باش نتحف خوتي بمناظر خلابة الطبيعة، والحمد لله والشكر لله. المهم واحد السيدة من هنا كتبان لي راها كتزرع وداك الشيء، انا غادي نزومي عليها. فوالا ها هي وراجلها، فوالا كيخدمو في الجاردان ديالهم. ان كرون جاردان، شوف الخوت، فوالا الله على الطبيعة. الله 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 ما شاء 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 الله. السبول نايض اخوت، السبول هادو السيرموسي لي سالاد، لي سالاد فيرت. فوالا شوف هاد البتي فيلاج تبارك الله، انا زوميت عليه باش يبان لكم. هذا جا من مورا هاد الغابه، ولكن واخا ظاهره به الاشجار والغابه يعني بحال الحمد لله والشكر لله يعني مناظر خلابه. الاخوان سمحوا لنا كاين شويه ديال الصداع، لان دايرين هنا شي حاجه، شي حاجه هنايا صايرين كي غادي يصايبوا شي حاجه هنا. الخوت هذه واحد المؤسسه هنا، هذه مؤسسه. بونجور ميدام، كومون تالي فو؟ تابيان ميرسي. فوالا
هادي ستان ليتابليسمون ديال الناس الكبار في السن اللي ما بقاوش يقدروا يعيشوا بوحدهم، كيجيو لهنايا يعني كيديروا واحد الانسكريبسيون واحد التسجيل ديالهم وكيجيو هذا يوليو يباتوا هنا وداكشي، والمنضة ديالهم كدوز ليهم على حسب لاكومين ولا كومين اللي كتكلف بهم يعني حتى الا ما كانش الصالير ديالو قاد هاد المعيشه هنا كيزيدوا من عندهم. فوالا هاد جوج عيالات اللي هضرت معاهم دابا راهم من هاد سميتو، ولكن خارجين ايزون درو باش يخرجوا على حسب لي كومبيتونس ديالهم في الصحه وداكشي. ف هانتوما شوفوا هادي دار العجزه زعما، شوفوا دار العجزه كي دايره. شتو انا غنزومي على شي وحدين جالسين في الجرده، شتوهم؟ واخا ما عنديش الحق نصور. شوفوا الدنيا كي دايره، هادي دار العجزه جات حداها الحقول. الفيديو السابق صورت لكم هاد الدور كامل، الفصل اللي على الشارع، دابا هادو الفصل اللي على الحقول، يعني المتعة، يعني أبار الخضيرة اللي عندهم اللي داير ليهم لاجيرونس ديالهم، يعني هادو يشوفوا في الحقول. فوالا شوفوا هاد البوان كارت اش مكتوب فيها، بروبريتي بريفي الي انتيدي دو كويير لي فروي اي لي فلور سي سيت بروبريتي، سي نورمال. البارح كنت كنطل لكم من ديك الواجهة اللي على الشارع، دابا انا جيت من جهة الحقول، انا كنصور لكم الواجهة الثانية وهاد الزنقة. شوفوا يعني الزنقة حنا غاديين، شوفوا الارض كي دايرة، ما كاينش شي ريحه ولا هذا، الحمد لله والشكر لله. يعني الناس بسطاء ولكن عندهم واحد الاكسجين كيعيشوا به، غني واحد الاكسجين رائع. ديما كنتكلموا على الخضرار وهذا الشيء الابداع كيقوموا به، باش تشوف نتوما كتشوفوا هذا الخضرار اللي هو مستدير الشكل، يعني ما تزرعش مستدير هذا الشكل، ولكن مدعو باش تولي مستدير هذا الشكل. شوفوا الخوت الانسان هنا اللي ساكنين يعني كيتنفعوا كيستافدوا، يعني اش نقول لكم، حتى في لي بالكون ديالهم كيشيروا الورد والمحابق وداكشي، يعني محبين للطبيعة وداكشي. يعني نصور خوت، يعني كاين واحد الجمالية كتخرج من الدار وكتخرج انت مرتاح نفسيا، مرتاح نفسيا. قلتها بلا هوايه جوج المرات. البارح طلعت مع هاد الزنقة، إذن بلا ما غادي نصور لكم عاوتاني هاد الزنقة، غادي نطلع. البارح طلعت ودرت أدروات، اليوم غادي ندور أغوش باش غنمشي لكم واحد المكان اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم اديكوفرير. يلا نخليكم في هذا الفيديو، ما نديروش طول بزاف، تبارك الله عليكم، تندير فيديو اخر. يلا الخوت حنا هضرين عليه، هذه الطوموبيله ديال البلديه، شتيها هذه الطوموبيل ديال البلديه، هي هزا شي بلاستيكات فيهم ما تيسر. فوالا دونك غادي يمشي دابا يدير شي حاجه، شي عامل غيقوم به. تبارك الله عليكم الخوت، الله يحفظكم.